على كل تفاصيل أوفى عن كل ما حصل وكذلك وصول جثمانه مع مراسل تلفزيون النهار وموفى تلفزيون النهار عفوا إلى مطار هواري بومدين محمد معمر العروسي. أهلا بك العروسي، إذن هل لك أن تضعنا في الصورة فيما تعلق بوصول جثمانه وكذلك لديك متدخلين معك ربما من عائلته؟ إليك الخط. نعم، وهو كذلك زميلتي هاجر، أهلا بك وبكل متابعي قناة النهار. في هذه الأثناء نتواجد بمصلحة استقبال الجثث بمطار هواري بومدين، أين حطت منذ طبعا قليل طائرة التي تقل جثمان الشاب الراحل سيد أحمد بن ديساري البالغ من العمر 29 سنة والذي سقط من أحد الجبال، أين كان طبعا متوجها. هناك طبعا عبر هجرة غير شرعية، كان متوجها رفقة زوجته وأحد رفقائه إلى إيطاليا إلى المدن الإيطالية. سقط سيد أحمد من أحد الجبال جبال الألب وتوفي هناك. يحضر معي هنا عدد من أفراد عائلته لربما لتفاصيل أوفى وكذلك معلومات أوفى حول يعني وفاة الشاب وكذلك كيفية تمت الإجراءات لنقله إلى هنا إلى الجزائر. يحضر معي ابن خال الشاب المتوفي بوسيف السيد بن صحيح بن عودة بن صحيح بن عودة طبعا يحضر معي ليوفينا بتفاصيل أوفى. أهلا بك سيدي. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد رسول الله. نعم. إلا أن يرجعون. أنا من قالوا لي بلي سيد أحمد توفى كنت ما نهار الجمعة أنا وسيد ولدي سيد عبد الكريم وخلطنا بالسيد باليوم سيد الجمعة طحنا في وقت الفرح نتاع الطليان دوك سبت الحد واثنين كانت عندهم فشطة طليانية عليها سيت هاد الشيء اللي سبطات دار شويه تاع الروطار وكل شيء واليوم سيت اليوم الثلاثاء جا الكونسول سي سيت سمير ما شاء الله هو اللي حل الدوسي نتاع هاد القضيه ومشينا لدار الشرع زيرونا شويه وتعذبونا من الله يخلف عليه هو اللي جا وحيا هاد الشيء اللي كان مبلوكينا باسكو البروكيرور وين ما كان يطلع عنده يقول لهم باللي سنوا قعدنا قريب يعني السلطات الايطاليه يمكن السلطات الايطاليه كانت في اجراءات تتم عبر اجراءات طبعا الاجراءات القانونيه المعمول بها في ذلك البلد طبعا تسليم الجثه يعني التسهيلات كانت من طرف القنصليه الجزائريه يمكن هم اللي جاوا حلوا المشكل اللي كان يقضى في 10 دقائق مات وجا ضرب 450 كيلومتر الله يجازيه سمعت سي سمير الكونسول دو ميلان سمعت وش نقول لك الحمد لله اللي سات الدوله سات دارت رجال وسمعت والله يخلف سات الرئيس وسات ميسافاي ترونجير لومباسادور و الكونسول جينيرال هما اللي ساتيزون سابوي هاد الدوسي باسكو نعم لا ربما تذكير ان بعد يعني عرض طبعا القضيه طبعا على شاشه النهار واستغاثه اهل الشاب المتوفي تم التكفل بسرعه بنقل الجثمان من طرف طبعا بتدخل من رئاسه الجمهوريه وطبعا عبر كاتب الدوله المكلف بالجاليه. يحضر كذلك معي عمه يمكن الحديث حول الشاب سيد احمد. نعم سيد احمد، هل يمكن يعني تحكي لنا شويه على سيد احمد؟ نحكي لك على سيد أحمد. أولا بسم الله والسلام والصلاة على سيدنا محمد. سيد أحمد إنسان زيد مليح متربي متأدب، مشى لهذ البلاد هذه مشى زعما فواياج أورغانيزي وعنده واحد فاميليا زعما شغل عرضوه تماك دخل الطاليان أزلق تقدرت عليه إنا لله إنا إلى الله راجعون. وحنا شنو نقولوا؟ الله يرحمه الله يصبر والديه الله يرحمه الله يصبر والديه شنو نقولوا؟ الله يرحمه. نعم نعم
ربي يرحمه إن شاء الله. هي هكذا الأجواء لربما هنا طبعا في هذه المصلحة طبعا لاستقبال جثث المواطنين الذين طبعا يقيمون في الخارج. كذلك يحضر معي خال الشاب المتوفي ليطلعنا، الذي طبعا هو الذي كان أحد الذين قدموا استغاثة عبر قناة النهار لطبعا جلب الشاب سيد أحمد بنديساري. طبعا يمكن تحكي لنا سيدي بعد طلب الاستغاثة كيف تمت، يعني كيفاش تم الاستجابة إليها هذه الاستغاثة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد سماعنا بالفاجعة التي ألمت بعائلة بنديساري وعائلة رمضاني، قمنا بنداء استغاثة إلى السلطات المحلية عبر الوطن ومن خلالها إلى وزارة الخارجية، وبالتالي تم سماع النداء والاستجابة لانشغالتنا، وبالتالي تم مخاطبة القنصلية الجزائرية بميلان، وقام القنصل بالإجراءات القانونية وقام بالإسراع لجلب الجثة إلى أرض الوطن. ومن هذه وبهذه الفاجعة الأليمة أتوجه بالشكر الجزير إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الحميد تبون وعبد المجيد تبون وإلى وزارة الخارجية بما فيها كل الأطقم وكل الكفاءات الخيرة التي قدمت لنا يد المساعدة، ومن خلالها كذلك أطلب وأشكر القنصلية في ميلان التي قامت بواجبها اتجاه هذا المرحوم. وتم الآن، نحن الآن في مطار الجزائر الدولي نستقبل الجثمان وسنعود به إن شاء الله إلى مدينة ولاية عين تيموشنت بكل هذا ما نتمناه طبعا إن شاء الله. رحمه الله محمد العروسي، بقى معي سؤال واحد فقط إذا كنت في الاستماع لنختم به. رحمه الله طبعا، تعازينا لعائلته والأفراد المتواجدين معك. سؤال واحد فقط محمد العروسي، متعلق أساسا بما تبقى يعني بالنسبة لزوجته وضعها، لأنها كانت رفقته ورفيقه من الجنسية التونسية، هل هناك معلومات تتعلق بها؟ هل عادت كذلك معه؟ بالنسبة لزوجته لم طبعا بالنسبة لزوجته لم تعد معه. يمكن أنه ابن خاله المتواجد هنا معي يفصلنا أكثر حول القضية، بما أنه هو الذي رافق نقل الجثمان من هناك من الأراضي الإيطالية وكان متواجد هناك رفقة عدد من طبعا أبناء الجالية الذين وقفوا معه. يمكن يحدثنا عن هل تمت يعني بالنسبة لزوجته ورفيقه، هل يعني عادوا إلى أرض الوطن؟ هل يعني كيف تمت؟ السلام عليكم. مرت المرحوم راه مريضة بزاف، وعدا من تشوف الرجل يموت حداها سات على روشيان شوك ايموسيونال بسيكولوجيك، راه في حال عليها سات اللي بغات تقعد. فوالا نعم، هذه نعم. إذا لربما زميلتي سنوفيكم بتفاصيل أوفى حول طبعا هذه القضية خلال الساعات القادمة، ونحن متواجدون هنا انتظارا طبعا وصول الجثمان إلى قاعة الاستقبال. أكيد أكيد. محمد العروسي كنت معنا على المباشر في هذا النقل من مطار هواري بومدين الدولي.